ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش بالتصعيد غير المسبوق في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري وتقديم الإغاثة الإنسانية على المستوى الذي يتوافق مع الاحتياجات الماسة للشعب الفلسطيني. وأعرب غوتيريش عن قلقه لانقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، وكذلك عن قلقه بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.